عندنا. على هاشتاج البرنامج في تويتر يقول غياب حسان تنبكتي عماد أثر على منظومة الدفاع، لا أتفهم غيابه اليوم رغم أن مباراة الأرجنتين كان الأفضل. عبد العمري قوي بدنيا أكثر من حسان تنبكتي، فمثل مباراة بولندا بالفعل أوافق رينار كان يحتاج إلى عبد العمري. حسان تنبكتي من أفضل اللاعبين في عملية البناء من الخلف، وهذا أمر إيجابي عند كابتن حسان، لكن تبقى منظومة رينارد الدفاعية متعارف عليها في جميع المباريات الماضية، الاعتماد بشكل كبير على البليهي والعمري بالإضافة للكابتن حسان البقى. كلمة أخيرة عند محمد الشيخ. الكلمة الأخيرة مباراة